صلي على النبي اختي. هاي نحلوا الساعه العقده الاولانيه الباب هذا قليك. اتعنقي بميمتك، تبوسي ميمتك، تمغمغاها تمغمغاها هرت تمغمغاها ميمتك تمغمغاها كلها هبطها ريش بالبوس. عنقاء شمي ريحه ميمتك، شم الرمش قبل يومك فكاليك أو نعطيك الصحية. يما يما قلها يما 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 شديها من حنيك هاك. هاي نبدو توكلوا ها غزلي في عيني عاد خيي كان خويي ها خويي تحترميني؟ نحترمك. تتفرجي فيا؟ نتفرج فيك يا رحم والديك. باهي ما كانش عندنا فازة في الحوار لو كان ما تعمليش التوهدي فازة في الحوار نقصوا عليك البث في دارك ما عادش تفرجي فينا. في دارك وحدك نجيب السكينات نولعوا لك الطارة هون خلي ولات ونعطيه البث كان الراجل كذا احسن نخليه له في البيت شويه بث زاده مش برشا وانت نقلعوا لك البث. لا خلوه خلوه ما انا ما خليهاش تفرج فيه. هكا ماما عليه ماما خوك احسن كنت خويا وقلت لك ونختارك انت من العائله مش ليك احسن. صلي على النبي خويا. هاي تصليوا على النبي توكلوا على الله. هاي قوم اقف اختي اقف اقعد احسن ارتاح انت ارتاح ارتاح زي ما تون هبطت احسن قد قد شوي قدموا شوي ليسال شاي قدموا شوي حاجه احسن دخلت قلبي على الاخر انت خويا انت ربي يستر رحمه امي وحبيبي كيف لازم حتى واحد يدينا شيء عليه شيء هاش فسلك يا حسن عندي طاقه رهيبه نتاع بكاء نحب نبكي يا حسن تعرف اش تعمل انت توا نعيش في مجتمع يكبروا كان في النفوس وما يحضرش محضر خير حق حليلهم حليلهم نحكي حتى على روحي يا سادة مشاهدين بربي كان وتاتك هكا حكاية وكذا وما عندكش معلومة على فلان تعرفوش انت ما تكبرش النفوس قولوا لا يا ودي صليوا على النبي وما ثم شيء وكذا وإلا الطفلة ما تعرفهاش علاش تنعت فيها بأبشع الأوصاف علاه ما عندكش خوات ويا سيدي وفرضا عشت حياتها هي شو دخلك هاي سامحوني موضوعي حاجة نعم باش نتوكلوا على ربي باش تعنقي بنتك وباش تشوفي ولاد بنتك يرحم والديك لا 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 انت يرحم والديك وانت ربي يبارك فيك وان شاء الله ترضى علينا يا حاج ان شاء الله ان شاء الله ما تعبناكش لا وان شاء الله اي انسان في عمرك انت يدعي لنا دعوة خير رانا عايشين بالبركه نتاعكم النساء اللي كيفك انت والرجال اللي كيفك انت رانا عايشين بالبركه نتاعكم ادعيوا لنا دعوة خير وادعيوا للبلاد ان شاء الله ربي منعنا من هالكورونا يا رب هاي هاي مدام هاي 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 انت 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 وزرنا في عينيه امشي امشي اللحظات الحاسمه بعد 8 سنين اقعد 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 وغكيك اقعد وكيك انا ما اقعد اخوي اقعد يي 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 الحمد لله لاباس لاباس الحمد لله صبا لاباس كل لاباس خمسين متر تراب عندك يا حاجه مش مبنيه مازال حاجه انا مش نطلب وانا من اليوم زاد حسبني ولد ربي يستر نحسبك ولد عاشك عاش انا باش نطلب السادة المشاهدين انو نتعاونوا باش نكرموا المراه هذه الليله كرموها الله العظيم كي جات الدنيا محلوله ورحمه امي لما نسعرك في حجه ان شاء الله تتحل الدنيا ان شاء الله يرحمهم ربي كريم ورحمته واسعه بالله العظيم لما نسعرك اما انا توا باش نقول لك معلومه نطلب بالناس اللي يتفرجوا فينا الليله. امراه عايشه في خص في حاجه كوخ
نليق يجور حال حليلة. نطلب الشركات المؤسسات الناس اللي عندهم الأثاث وكذا يكرموا المرأة هذه، يعملوا لها تليزة، يعملوا لها، نتعاونوا الكل يا سيدي. يا سيدي بربي أنا جيت باش نقول حاجة، ديما يقولوا لي أبداوا برواحكم، أنا باش نعطيكم معلومة. خويا اللي يعمل ما يتكلمش. أنا ما جبتهمش في الدار. ما جوش. فهمتوني؟ حاج اقعد معايا لحظة. لحظة حاج. دونك نكرموا المرأة هذه. بيت نوم محترمة كذا، نأثوها لها ندهنوها لها يا خويا، كي يا خويا نمشي والناس الكل فهمتني ولا ندهنوا ونبيضوا كذا، هي الليقة مريقلها في الليقة. لا مش ملايقة. ماهيش ملايقة يا جور. يا جور. يا سيدي بحول الله وتنطب ونحن مع بعضنا فهمتني ونعملوا لك الدويرة تكني فيها راسك ويجيو يجي بنتك ولاد بنتك فهمتني ولا يلعبوا ويجريوا بحذاك فهمتني ولا لا، وإن شاء الله بنسمع عليك الأخبار الطيبة. يا رحم والديك. صنز. نعم. هنيني عليها. طوى أبدأوا أحكيوا. عنقوا اسمع اسمع كيما عنق اسمعني يغزل يختي. عنق وقول سمحني 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 وبوس السقين بتاع الوالدين، عنق وبوس السقين بتاع الوالدين وقولوا سمحني، بعد قولوا بابا جنقول لك حاجة. هنا عملنا هذا. أما بابا رك غلط معي. وقت نتحاوروا. أنت طوى حليت الباب المهم. أنت حليت الباب مهم.